مشاهد سريالية شكلتها عشوائياً الآلة العسكرية الإسرائيلية بعد أن قلبت بقصفها البنى الفوقية والتحتية مدمرة آلاف المباني في قطاع غزة جزئياً أو كلياً. مئذنة مسجد السوسي المتكئة على بناء في مخيم الشاطئ باتت واحدة من أبرز معالم هندسة الدمار التي خلفها القصف الإسرائيلي على غزة. ما بين القصف والمغادرة هي 7 دقائق فقط لا غير. بعد 7 دقائق قصف وإذ بمئذن جامع زي ما انت شايف تسقط على البناية تبعتك. أول ما سقطت أكلت الرابع ونزلت على الثالث، أكلت الثالث ونزلت على الثاني، أكلت الثاني ونزلت على الأول. مساجد القطاع على قيمتها الدينية والتاريخية لحق بها جانب كبير من الدمار الذي ضرب الأحياء الغزية بكل ما فيها من منشآت معمارية. يا أخي الاعتداء على المساجد اعتداء على كل القيم وعلى كل الأخلاق، فيش إنسان عنده ذرة من أخلاق يعتدي على المسجد. ايش في المسجد؟ تفضل دخل كاميرتك، ما حدش خش المسجد، تفضل دخل كاميرتك وشوف الصواريخ في المسجد. فمن بين آلاف المباني التي قصفت دمر أكثر من 200 مسجد بين دمار كلي أو جزئي، لم يمنع ذلك أهالي جوار تلك المساجد من إعادة عمارتها ولو بإيمانهم وإقامة الصلوات في الأجزاء التي سلمت منها. مش المقصد أنه المسجد أنه عمارة البيت، ولكن القلوب اللي بتعمر المسجد. وإحنا لو كانت عريشة بنصلي يعني ما بأثر علينا بناء المسجد. جفارة أبو دقة، الحدث.